حديث ولا توقف ما شغلك ولا سقوف بني سقوف وبالخصوص لصام صام بلا حرمتي كتيار مجلس تعليم رسالة المعلمة الكرام والمحترم أخينا الأستاذ أحمد زين كان بلا حرمتي ولي بهدف من مجلس تعليم رسالة المعلمة المكرم والمحترم الاستاذ محمد لطفي اسبانيلي ما تعالى الله عن حياتي سلطان بمحرمتي صاحب الولايه كتوار ارتاد تصنبوع اليوم تصنبان المكرم بابا دكتور ادس نور طرفي سلطان بمحرمتي كتوار الولايه تصنبان المكرم والمحترم بابا احمد شاكر سلطان بمحرمتي الأمكاء الولاية قصر سبناه المقرب المحترم الأستاذ حجي أحمد يا رب
محمد المصطفى الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم.